نشكر زميلتنا أمل الرئيسي على هذا التقرير حول العناية بالبشرة. ودائما نقول العناية بالبشرة ضرورية من الخارج لكن أيضا من الداخل، واهتمامنا بالصحة والرياضة والغذاء أيضا تؤثر على البشرة بشكل إيجابي إلى جانب شرب الماء. وهذا ينقلنا مشاهدينا إلى فقرة التغذية. بنتكلم جدا عن موضوع مهم، حيث يوجد معدن الحديد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ويتوفر أيضا على شكل مكملات غذائية، حيث يحتاجه الجسم للعديد من العمليات الحيوية وأيضا لتصنيع بعض الهرمونات والأنسجة في الجسم. لذلك اليوم مشاهدينا بنتكلم عن نقص الحديد، أعراضه ومسبباته وطرق علاجه. معانا في الاستديو الأستاذة شمس العبدولي، أخصائية تغذية ومدير شعبة الدعم المجتمعي لإدارة التثقيف الصحي. صباح الخير أستاذة شمسة. صباح النور. صباح الخير. حياك الله. صباح النور. يا هلا فيك أستاذة شمسة. بداية نتكلم عن نقص الحديد، شو الأمور اللي ممكن تسبب نقص الحديد في جسم الإنسان؟ في البداية عندنا الحديد هو معدن مهم جدا في الجسم ويدخل فيه تركيبة الدم، فعندنا نحن نسبة عالية من الناس مصابين ومنتشر عندهم نقص الحديد. هناك مسببات عديدة لنقص الحديد، تبدأ من عدم اتباع نظام غذائي صحي. النظام الغذائي يكون ناقص بعنصر الحديد. كذلك عندنا بعض العمليات الجراحية مثل عمليات التكميم، خلينا نقول بعد عمليات التكميم مثل ما نعرف ان كمية الأكل تكون أقل عن قبل، فهني عندنا الشخص ما ياخذ احتياجه من الطعام لعنصر الحديد، فهني بعد عمليات التكميم على الشخص انه ياخذ المكملات الغذائية من الحديد. كذلك عندنا إذا كان عند الشخص نزيف حاد لا سمح الله يفقد الكثير من الدم، والدم هو مرتبط بالحديد، فيصير عنده نقص في الحديد. كذلك عندنا في فترة الحمل المرأة الحامل ممكن أنها تنصاب بنقص الحديد كونها تحتاج لكمية أكبر في فترة حملها لعنصر الحديد. جميل أستاذة شمسة، يعني كيف اليوم الشخص يعرف انه عنده نقص في الحديد او في اعراض تظهر على الانسان؟ مثلا في بعض الاشياء الصداع يقول لك مثلا نقص اكسجين او ماي، يعني كمثال، يعني مثال عام. في اعراض عديده لنقص الحديد، قد تبدا اولها بشيء نحن يعني غالب الناس قد تعاني منه اللي هو تساقط الشعر. بس في شيء أبغي أنوه عليه قبل لا أتكلم عن العوارض الأخرى. بالنسبة لتساقط الشعر، قبل ما نستخدم أي زيت مهما كان الترويج للزيت عالي وسمعنا أنه زين ومفيد وغيره أو أي مكملات غذائية، لازم نعرف سبب تساقط الشعر في البداية. نجري بعض التحاليل مثل تحليل الحديد، الزنك، الغدة الدرقية. إذا كان سبب تساقط الشعر من الحديد أو نقص غيره، نبدأ نعالج السبب عشان هالزيوت تفيدنا بالتالي. كذلك من العوارض عندنا غير تساقط الشعر، عندنا الشعور بالكسل والخمول. تشوف الشخص دوم كسلان، دوم يحس بخمول، قلة التركيز، ضعف في الأظافر، وتبدأ الأظافر عندنا تتكسر بعد. يعني الأشخاص اللي يلاحظون مثل هذه العوارض يتوجهون ويجرون بعض الفحوصات اللازمة. نعم. اللي ممكن تكون نقص في الحديد أو حتى مشاكل صحية أخرى ونقص في فيتامينات ومعادن أخرى. نتكلم عن الأطفال أستاذة، هل ممكن الأطفال أيضا يصابوا بنقص الحديد ولا هي مشكلة مقتصرة على الكبار؟ مشكلة نقص الحديد مش فقط مقتصرة على الكبار، وإنما الأطفال ممكن أن يعانون من نقص الحديد. عندنا الفترة الأولى من ولادة الطفل 6 شهور هو يستمد كل العناصر الغذائية اللي يحتاجها من حليب الأم، فإذا كانت تغذية الأم سليمة ما كان عندها نقص في العناصر الغذائية، بالتالي الطفل بيكون سليم وعنده كل شيء مكتمل إن شاء الله. أما بعد 6 شهور يوم نبدأ نعطي هذا الطفل الوجبات، نبدأ نحضر للوجبات، لابد أن تكون هذه الوجبات عالية بعنصر الحديد ونعطي الأكلات المدعمة بعنصر الحديد. حلو، يعني نقدر نقول أن تعويض نقص الحديد عن طريق الأغذية فقط أم هناك وسائل أخرى يستفيد بها الجسم من عنصر الحديد الهام؟ هو إذا كان نقص الحديد بسيط، يعني ما في نقص للعنصر الحديد ما يكون شديد، ممكن أن احنا نعوضه من خلال الوجبات الغذائية والأكل الطعام.
فيكون طعامنا عالي بعنصر الحديد، فبالتالي تعتدل عنا معدل الحديد اللي هو يكون المعدل الطبيعي من 10 إلى 30. في حال إذا كان عنا نقص حاد في الحديد فناخذ المكملات الغذائية، ولكن بعد استشارة أخصائي التغذية، بعد ما نستشير ونجري التحاليل اللازمة، تحاليل الدم، إذا كان عندنا نقص حاد نتوجه إلى المكملات الغذائية، بحيث أن نقص الحديد هذا ما يأثر علينا على حياتنا بشكل عام. وهي النقطة أستاذة شمسة دائما احنا نأكد عليها، موضوع المكملات الغذائية يعني أخذها بشكل عشوائي صاير يمكن موضوع دارج ومنتشر لدى العديد من الأشخاص، سواء كانت مكملات فيتامينات وغيرها، فالناس صايرين يأخذونها بشكل عشوائي متجاهلين نقطة أن أيضا ممكن الفيتامينات والمعادن في شيء ممكن يكون زيادة في نسبتها ممكن يأثر أيضا على الصحة. هل هناك أستاذة ضرر من زيادة الحديد في الدم؟ طبعا كل شيء مثل ما نقول إذا زاد عن حده انقلب ضده، فمثل ما نقص الحديد له أعراض وله مشاكل، كذلك فإن زيادته في الدم كذلك قد تسبب بعض الأعراض والمشاكل. من المشاكل اللي قد يعني إذا ارتفع عنا الحديد في الدم، قد يكون عنا مشاكل في التركيز مثل ما قلت، إذا كان النقص حاد قد يصل الشخص إلى مرحلة يكون في يعني ينسى بشكل أكثر عن قبل، يبدأ ينسى الأشياء، وكذلك عندنا يسبب الحديد مشاكل في القلب، يبدا القلب لان الحديد يرتبط في يعني يخلي الاكسجين يوصل لكل اعضاء الجسم، فاذا كان عندنا نقص في الحديد القلب يبدا يضخ الدم بشكل ضربات القلب تزيد عشان يضخ الدم بشكل اكبر للجسم وللاعضاء، فهذه المشكلة وسرعة ضربات القلب قد تؤدي إلى مشاكل في القلب مثل التضخم ومشاكل في القلب أخرى. نعم، يعني عنصر بسيط بس ممكن يأثر على حياة أو يأثر على جسم الإنسان بشكل كبير. أستاذة شمسة، في أطعمة يعني تساعد على سرعة امتصاص الحديد، وكذلك في أغذية تساعد على بطء الامتصاص، نتحدث عن هذه كذلك شغلة المهمة. أول شيء لازم نعرفه أن نحن عندنا نوعين من الحديد، عندنا الحديد اللي يسمى بالحديد الهيمي والحديد اللاهيمي. شو الفرق بينهم؟ أن الحديد الهيمي نحن نقدر نأخذه من المصادر الحيوانية مثل اللحوم وغيرها، أما بالنسبة للحديد اللاهيمي فهو من المصادر النباتية مثل الخضروات والبقول وغيرها. فالحديد الهيمي اللي هو نأخذه من اللحوم قد لا يتأثر يعني امتصاصه في الدم يكون بشكل جيد، أما المشكلة عندنا في الحديد اللاهيمي اللي هو من الخضروات والبقول، هذا النوع يكون امتصاصه في الدم بشكل أبطأ عن الحديد الهيمي. فمن الأشياء اللي تعزز امتصاص الحديد في الدم الفيتامين سي. نحن عندنا نشوف بعض الناس يوم يأكلون السلطة أو الملوخية وغيرها يعصرون عليها ليمون، وهذه عادة جدا جيدة لأن الليمون فيه فيتامين سي، فبالتالي فيتامين سي يعزز امتصاص الحديد في الدم. كذلك إذا كان مصدر الحديد اللي نأخذه من النباتات يجب يعني لابد أن نخلط مع مثل ما قلنا فيتامين سي، أو كذلك اللحوم نقطع اللحم ونخلطها، أو الدجاج، أو يعني مصدر يكون حيواني نخلطه مع مصدر نباتي عشان نمتص في الجسم. جميل. بشكل أكبر. أما بالنسبة لي الأشياء أو العوامل اللي تأثر على نقص الحديد وتقلل الامتصاص بالضبط، عندنا بالنسبة للحديد الهيمي اللي هو من مصادر الحيوانية يتم امتصاصه، ولكن المشكلة في الحديد من المصادر النباتية. إذا مثلا أنا أخذت خلينا نقول حديد من السلطة أو غيره، وبعد هالشيء شربت الشاي أو القهوة، هالشيء الكافيين قد يؤدي إلى إعاقة امتصاص الحديد في الدم، ولكن هذا بالنسبة للحديد المصادر النباتية. إذا مصدر حيواني ما يأثر فيه. شكرا، غيرت فكرة ببالي، دائما يقولون لا تشربون شاي بعد ما تأكلوا مثلا
عيش ولحم والى اخره لانه يساعد على تقليل امتصاص كانك ما استفدت بالضبط. بس عادي يعني نشرب شاي بعد عندنا الكالسيوم. الكالسيوم اذا تروح عند الدكتور مثلا او اخصائي التغذيه يعطيك كالسيوم وحديد، دائما بتشوف يقولوا لك لا تاخذهم مع بعض، يعني خذ مثلا الحديد الصبح والكالسيوم في الليل، لان هالاثنين ويا بعض العنصرين ويا بعض يعيقون امتصاص، كل واحد يعيق امتصاص الثاني. فالكالسيوم ما ينأخذ مع الحديد. بالنسبه للوجبات، اذا باخذ الكالسيوم اخذه على الصبح وجبه الفطور، اذا كانت الوجبه غنيه بالحديد احاول ابتعد عن مصادر الكالسيوم مثل الحليب الالبان وغيره. استاذه بناخذ هالموضوع ياخذنا لنقطه ثانيه، نبغى نعرف شو اكثر الاغذيه الغنيه بالحديد اللي ممكن نتناولها ونحافظ على مستوى الحديد في الدم سواء من مصدر حيواني او نباتي. عندنا اول شيء عندنا اللحوم بانواعها، اللحوم الحمراء، الدجاج والاسماك، الكبده صح بالضبط، ممتازه او مصدر جدا غني بالحديد الكبده. ولكن المرأة الحامل ينصحونها أن تبتعد عن الكبدة لما لها من أضرار عليها. بالنسبة للمصادر الحيوان النباتية عفواً، عندنا الأوراق الخضراء وعندنا البقوليات والحبوب مثل الفول العدس وغيره. ولكن كذلك هني عندنا نقطة، صحيح أن الحبوب فيها والبقوليات فيها عالية بالحديد، ولكن فيها مادة الفايتيت. هاي مادة الفايتيت تعيق كذلك امتصاص الحديد، فهني عندنا شوي لخبطة، لأن في حديد بنفس الوقت في مادة الفايتيت وكل واحد منهم يعيق، يعني الفايتيت يعيق امتصاص الحديد. لذلك البقول قبل ما ناكله أو ناخذه يجب علينا نحن ننقعه في الماء لمدة يوم تقريبا عشان نتخلص من جزء من مادة الفايتيت، وبالتالي نقدر نمتص الحديد بشكل أكبر. جميل، هاي نقطة جدا مهمة اليوم يعني ربات المنزل للاستفادة من يعني الأغذية اللي يتم تحضيرها في المنزل، خصوصا ان احنا دائما ننصح ان الاكل يكون في البيت، طريقة التحضير تكون تحت الاشراف يعني بشكل مباشر. عندنا بعد السبانخ صح قالوا، يعني والبروكلي، السبانخ والبروكلي، القرنبيط، الاوراق الخضرية والقرنبيط، لكن هاي بعد قد يكون فيها مادة الفايتين. كيف تمام استاذ، لو تكلمنا عن نقطة ايضا متعلقة بنقص الحديد، هل ممكن او يقال ان نقص الحديد قد يؤدي الى فقر الدم، هل هذا صحيح؟ نعم، اول شيء فقر الدم، يعني نحن اول ما نسمع فقر الدم شيء في بالنا نقص الحديد، صح؟ نقص الحديد صح، لان الغالب من يعني اكثر نوع من فقر الدم اللي منتشر هو نقص الحديد. ولكن عندنا انواع ثانيه من فقر الدم بالاضافه الى نقص الحديد. عندنا نقص في فيتامين بي 12 قد يؤدي الى فقر الدم، النقص في فيتامين بي 9 اللي هو الفوليك اسيد قد يؤدي الى فقر الدم كذلك. ولكن كونه نقص الحديد هو الاكثر انتشارا بين الناس، فهذا بالنسبه لي فقر الدم. نقص الحديد في الدم يؤدي إلى أن هذا الكريات الحمراء تكون يعني مش ذو كفاءة عالية، ما تحمل الأكسجين، ما تحمل الحديد، فبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى أن الأعضاء في الجسم ما يوصلها الحديد بشكل جيد. والأعضاء من أهم الأعضاء اللي عندنا اللي تحتاج إلى نسبة أكسجين عالية هو المخ، فإذا نقصت نسبة الحديد الأكسجين اللي توصل للمخ قد تؤدي إلى مشاكل صحية صحيح. يعني قوية. جميل استاذه شمسه، يعني اليوم المكملات الغذائيه اللي يسمونها مالتي فيتامينز، هل تكون فيها فيتامينات معينه؟ لان انت ذكرت ان اوقات الحديد تتضارب مع يعني ما يستوي مثلا يعني الكبسوله هذه كالسيوم مع الكالسيوم، يعني هل في انواع معادن ثانيه ممكن تتعارض مع الحديد اذا اخذتها مثلا مغنيسيوم، زنك او غيره، او بوتاسيوم؟ وعادة هاي العناصر الباقية يعني ما نشوف وايدين ياسين ياخذونها كمكملات غذائية، لأن ناخذها ببساطة من النظام الغذائي الصحي. فأكثر شيء اللي هو يتعارض مع بعض، يعني أكثر عنصر يتعارض مع الحديد هو الكالسيوم، أما بالنسبة للمعادن الأخرى فما في شيء يعني يتعارض كثر الكالسيوم. لا جميل. استاذه نتكلم عن الخطه العلاجيه للاشخاص اللي يعانون من نقص الحديد، شو الخطوات الاولى اللي يبدونها؟ مثلا خلاص سووا الفحص واكتشفنا عندهم نقص حديد، شو ممكن يسوون الخطه العلاجيه؟ مثل ما ذكرنا قبل، اذا كان النقص بسيط فنحن دام ان عندنا مصادر طبيعيه ليش نتجه للمصادر الغير طبيعيه؟ نتجه للاطعمه الصحيه
ناخذ جدول غذائي من اخصائي التغذيه يكتب لنا العناصر المواد الغذائيه اللي تكون عاليه بالحديد، نتبع هذا النظام الغذائي باذن الله بيكون الحديد عندنا بيرجع طبيعي. اذا كان الحديد عندنا في نقص حاد عشان ما ياثر انا على حياتي بشكل عام على جهدي وعلى عملي، قد نتجه إلى وصف المكملات الغذائية من الحديد لين يرجع الحديد لمعدل طبيعي، ومن ذلك يترك المكملات الغذائية ويتجه إلى النظام الغذائي. حلو، اليوم الفحص يعني شغلة جدا مهمة، ونحن دائما نذكر المشاهدين يعني مو بس حتى كمكمل غذائي، حتى لو أي مرض بسيط لابد أنه يذهب للطبيب، لأن بعض الناس يروح الصيدلية يقول أعطني مكملات غذائية أو فيتامينات يعني وياخذ، زين انت ما تعرف شو الفيتامين اللي ناقص اصلا ما عندك ينفع. وممكن في فيتامينات زايده بشكل زايد يضرك، يضرك اكثر ما ينفعك. اليوم حتى بعض الاشخاص استاذه شمسه اللي هم النباتيين اللي يعتمدون على النبات اكثر شيء، هل يكون عندهم نقص حديد او انه هم قاعد ياخذون حاجتهم من خلال الورقيات والبقوليات اللي تكلمتي عنها؟ مش شرط عند النباتين يكون فيه نقص حديد، ولكن قد يكون يعني عندهم النقص أكثر من عند الناس اللي مش نباتين أو العاديين، كونهم يعني يوم يأخذون الحديد من المصادر النباتية قد يكون بعضهم جاهل أن مثلا هذا يكون فيه مادة الفايتيت وهالشيء يعيق امتصاص الحديد، ما يكونون منتبهين أنه لازم أنا يعني أدعم هذه العناصر بأشياء مثل فيتامين سي وغيره، فكونهم اليوم يكونون جاهلين عن هالأشياء ممكن يصير عندهم نقص حديد أكثر عن الناس الباقين. إذا كانوا هم يعني مطلعين وعارفين بالأشياء اللي تعزز امتصاص الحديد ويتبعونها ما يكون في مشاكل إن شاء الله. والحمد لله أتوقع نحن مستواهم طبيعي. نعم. وأتوقع الحمد لله نحن ثقافتنا في الوطن العربي يعني عندنا هذه العادات شوي صحية يعني جيدة. جيد الحمد لله، يعني الليمون عندنا شيء ملازم للسلطات والأكلات، فبالتالي هذا يعتبر فيتامين سي يعني. بالضبط. استاذ نتكلم عن نقص الحديد عند المرأة الحامل، يمكن يعتبر مشكلة تعاني من الحوامل لكن ما يعرفون كيف يتصرفون في هذا الموضوع، خصوصا ذكرتي موضوع الفوليك أسيد اللي يمكن العديد من الحوامل ياخذونه خلال فترة الحمل. نتكلم عن نقص الحديد عند الحامل وكيف تتعامل معه. هو نقص الحديد بشكل عام عند المرأة أكثر عن الرجال، كون الحديد المرأة تمر بعوامل عديدة ممكن تؤدي إلى أن يكون عندها نقص حديد بشكل أكبر عن الرجال. فالمرأة الحامل أول 3 شهور خلينا نقول أو أول فترة من الحمل يكون احتياجها عادي ما يزيد، بس هي قبل الحمل يعني قبل الحمل ب3 شهور الفوليك أسيد لازم تبدأ تأخذه، فعند الحمل يزيد احتياجها من حتى السعرات الحرارية وبالتالي يزيد احتياجها من عنصر الحديد، فلازم هي يعني بعد ما تزور أخصائي التغذية ويكتب لها الجدول والكمية لازم تتبعها عشان ما يكون عند يعني تصاب بنقص الحديد، فبالتالي نقص الحديد قد يؤثر على المولود انه يكون عنده مشاكل، يكون عنده بعد يوم يولد يكون في نقص او يكون في اللو بيرث ويت اللي هو يولد بوزن اقل عن الطبيعي، فهذه من المشاكل اللي تؤدي الى ان الحامل اذا ما اخذت احتياجها الكافي من الحديد هاي هي بعض المشاكل اللي قد تؤدي اليها. جميل. حلو، اليوم الإنسان يهتم بصحته وكذلك بطريقة التغذية اللي قاعد ياخذها، وشغلة جدا مهمة كبار السن يعني جرعاتهم تختلف وتركيزهم على بعض المعادن والفيتامينات في الجسم تختلف، وأيضا المرأة الحامل لها عناية خاصة خصوصا فيما يتعلق بالتغذية والمكملات الغذائية لأنها هي مسؤولة عن جسدها، قوة جسدها وكذلك الجنين في بطنها. شكرا لوجودك معنا أستاذة شمسة، يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله نشوفك في لقاء آخر نتحدث عن كذلك مادة غذائية أخرى. الله يعافيك. سعدنا جدا بلقائك. شكرا أستاذة. حياكم الله. كل الشكر والتقدير مشاهدينا. أستاذة شمسة العبدولي أخصائية تغذية ومدير شعبة الدعم المجتمعي لإدارة التثقيف الصحي على هذه المعلومات القيمة. فاصل، من بعدها نواصل، ابقوا معنا.